فتحت البوابات على بركة الله مشاهدين الكرام في الشوط الثامن والأخير على هدية نادي الفروسية، سيارة إضافة إلى مبلغ 60,000 ريال لأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر التي تجتمع في هذه المواجهة على مسافة 1800 متر، 17 راس بعد استبعاد أحلام صبية التي لم تتمكن من الدخول في بوابات جهاز الانطلاق. سمو الغيم تبدأ التقدم الآن مشاهدينا متابعينا الكرام. شوط افراس الانتاج، المواجهه ما بين سمو الغيم بانوراما الزهير ومناوره. سمو الغيم بقياده صباح الشمري في الصداره والمركز الاول. الوف تبدا ايضا التقدم مشاهدينا الكرام، ايضا محاولات من قرايه في المركز الثاني. الصداره لسمو الغيم التي تقود الافراس وتتحكم في هذا الشوط الان في صداره هذا الشوط من الداخل. قرايه في المركز الثاني، محاولات لتقدم ايضا من الوف ومحاولات لبراعم للتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. سمو الغيم في الصدارة، تجتاز الافراس علامة 800. سمو الغيم تتحكم في مجريات هذا الشوط حتى الان في صدارته. براعم في المركز الثاني، الخط المستقيم. سمو الغيم المرشح الاقوى، براعم في المركز الثاني. سمو الغيم للصدارة، محاولات الزهير للتقدم فيما الصدارة لسمو الغيم المرشح الأقوى. بانوراما تبدأ التقدم فيما سمو الغيم مشاهدين الكرام ما شاء الله تبارك الله لا جديد. سمو الغيم تقدم انتصارها الرابع المتتالي. الزهير تأتي المركز الثاني وبانوراما المركز الرابع. إذا مشاهدين الكرام انتهى التنافس الأفراد.